كما انطلقت بمدينة العالمين الجديدة منافسات البطولة العربية للجودو والتي تقام في الفترة من 15 إلى 18 من أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من الدول العربية. ومن جهته أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، وأن المنافسات ستكون قوية من أجل حصد المراكز الأولى. عدد المشاركين تعتبر أكبر بطولة عربية شارك فيها عدد لاعبين، وعدد الدول المشاركين عدد كبير جدا، أغلب الدول العربية مشاركة. المنافسات قوية جدا. مدينة العالمين الجديدة اللي احنا بنشكر سيادة الرئيس على هذا الصرح وهذا المدينة السحر والجمال اللي انا بقول عليها دي عاصمة السياحة في العالم. شكرا لبلدنا العظيم مصر على الدعم وعلى المساندة، اللي لولا دعم سيادة الرئيس ولولا دعم البلد ما كناش المنظر طلع بكده، ولا اخواتنا العرب اشادوا بالتنظيم وبالحدث الكبير اللي احنا فيه النهارده ده. عندنا منافسات بتصدر منافسات قويه، عندنا من دول شمال افريقيا، عندنا ليبيا متواجده، عندنا الجزائر متواجده، عندنا دول الخليج، الكويت، قطر، الاردن، يعني في بطوله قويه، ودي طبعا نواه المنتخبات اللي هي بنعدها للاجيال القادمه ان شاء الله باذن الله. دوله مصر كل مره تبهر الجميع في التظاهرات الرياضيه، ويعني مدينة العالمين احنا عندنا عليها نظرة انه مدينة جديدة ومدينة سياحية، مدينة يعني من طراز الرقي والرفيع. يعني نوجه شكري لكل الفاعلين، رئيس الاتحادية المصري اللي استضاف يعني الأندية من كل مناطق العربية لم الشمل، يعني العرب كلهم في مدينة العالمين ويكتشفوها ممكن لأول مرة، وهذا راح تزيد إلا فخر للبلد، بلد مصر، وراح يعني تظاهرة هذه تعطي تظاهرات أخرى إن شاء الله.